السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. دابا بغيت نوريكم كيفاش تفتحوا الصوق. ملي كملناها وصلنا لهنا، خلينا واحد 8 سنتيم هنا، هنا 8 سنتيم. دابا غنوريكم كيفاش تفتحوا نص الصوق، تشدوا المنتصف ديال هنايا وغادي تطلعوا هادي بوحدها وغتطلعوا هادي بوحدها. انا غنوريكم كيفاش. كتشدي كتقلبي التوب هكا، كتكراني هنايا حيد هاد الخبيط، كتشدي من هنايا كتضربي هذا من هنا وكتضربي هذا من هنا. شويه لا تخرجي التوب برا هكا، وكتضربي هادي تاي من هنا مدوراش. صافي، داك اللي يكون مقص ماضي ردي البال لي ما كتشوفو. ايه بشوية البلاصة هنا ملي كتضربي بالمقص كترجعي للوجه، كتشتي هادي كتنيها بحال هكا. هكا كتشتيها بالخيط، وفي الاخر كتنقصي هادشي كله، كتنقصي وكتنيه غتخليه واحد شويه وكديري ليه لوغلي. شدي الجهة الأخرى تاهي هاكا بحالها، هاد الخيوط اللي هنايا تحيديهم. صافي كدير ليه هكا، كطلعي خدام عادي. حيدي الخيط، وهنا اللي قلت لكم هنا كتخلو 1 سنتيم. انا وريتكم في الفيديو السابق كيفاش كتفتحي نص الطوق، شتي كتفتحي كتخدمي هكا، وهذاك السنتيم اللي كنا خلينا وهذا شتي كتهبطي غادية خدامة معايا، كتهبطي بضربة واحدة ولا جوج ولا ثلاثة، ولا ديك اللواية اللي كيكون فيها ثلاثة بحال هكا كتخدم باللواية. دابا نشاركها معاكم، كتهبطي بها حتى لتحت وكتزوقي حتى هذا كتزوق. انا مرة نشارك معاكم حتى الزواق ان شاء الله، ملي نزوقها نوريكم كيفاش تزوقوها. دابا شفتوا، انا نوريكم كيفاش تخدموا. شدي هادي من هنا وشدي هادي من هنا، ولكن كتخدمي نص الطوق ديالك حتى كيبقى لك على الطوق 8 سنتيم كتحبسي، كتقطعي وكتردي هذا هنا تردينا. ولكن من بعد غادي نوريكم كيفاش، انا نوريكم هاد الشيء
كيفاش مقصوعة، تشتاتي أكتر بها. تحيدي هذا الزائد، شتو كنديرو لها بحالها يعني. دخلي هاد القنيطة هكا، دخلي هاد التاي، دير لها لوبي، كنشدش انا في لوغلي بزاف، بشويه بحال هكا باش ما يبانش. البرا ديال لوغلي النمره 12 هي اللي كتحكمي فيها، في كتبي ديري لوغلي. انا بان لي هذا باقي كبير شويه، نقصه، نزيد نقصه باش ما يبقاش باين مني تني الجلابه، ما يبقاش باين. نحيدو حنا هذا كاع، خدمو على راحتنا. تشدي هذا هاكا، خليل بالنسبة للمبتدئات والمعلمات، تبارك الله راه كيعرفوا عارفوا مزيان. ملي في التوب كتهزي شوية باش ما يجيكش باين من هنا. كديري الخيط اللون في اللون، صافي كتعقدي هذا هنا. سمحوا لي الخيط كيتعقد. نقطعو، نوريكم دروكا كيفاش تركبي، كيفاش تطلعي هاد الفتحة ديال العنق. شتي هانت دابا ما بيناش، باش ملي تخدم بالراندا وكيتركب عليه القب، ملي كدوزي عليه الدريس وهذا كيولي هكدا يعني، مبقاش باين كيولي القب داي زمان هنا. دروكا غندير معاكم هادشي اخرى، نقصها شويه تا هي. ضروري تنقصيها شويه باش ما تجيكش، يجيكش لوغلي كبير.
انتي كتشدي هاد القنت كتدخليه هو الاول بحال هكا، كتشدي البرا هكا كتنيع، كندير واحد العقيده هنا اللي درنا في الخيط، كتشدي هكا كتنيع هاد التعيش باش ما تجيش كبيره هكا. صافي غادي خدامة تكملي دوغلي. ملي غنبدي نبدا ان شاء الله الراندا نركب لي القب، غادي نوريكم كيفاش تركبوا القب ان شاء الله، ندير معاكم القب. ملي نخدم هاد النص طوق ندير معاكم فيديو ان شاء الله كيفاش تركبوا القب. انا القب دوتي المبتدئات شويه كيجيهم صعيب، ولكن هو ما صعيبش، ساهل. غنوريكم كي واحد الطريقه دغيا، ابسط طريقه توريكم، نوريها لكم كيفاش تركبوا القب. شتي ها وحنا كملنا هاد الاغلي الخيط هكا. بالنسبه لهاد الاغلي كما قلت لكم نمره 12 باش كتحكمي فيها دغيا وكتدوز لكم. دابا بسم الله غادي نبدا معاكم هنايا واحد الصفيف نكملو معاكم اللي غنقلب الثوب ونوريكم كيفاش تخدموا على الجهه الوجه الاخر على القفا. تنفرق معاكم من هنا شدوا انت من هنا بعدهم نحيدو هكا، نطيحو هاد العوينة هانتي باقا لينا هاد العوينة هنا، نهزو هادي نخدمو هادي. وملي نكونوا خدامين ديما نخدمو ونحسبو باش من ما يتنقصوش لينا العيون وما يتزالوش العيون، يبقاو هما هما. لبسي نص طوق ديالك يطلع زوين ومقاد كما ثبت لكم في الفيديوهات السابقين اللي فاتوا، قلت لكم ما تبعدوش الضربه من هنا وما تقربيهاش، شدي هنايا في الثوب شويه وما تبعديش بين الضربه والضربه. غادي نحسب واش دروكا شحال، غندي معاكم حتى لهنايا ونرجع ونحسب معاكم باش نشدو المنتصف. طيب كتخلي عوينة في الوسط، انا غنوريكم كيفاش، بقاو معايا. بقاو معايا حتى الاخر حيت الفيديو خارجي شويه طويل ولكن فيه بعض نطيح واحد العوينه هنا نزيدوها، باش نزيدوها نقزوها نزواتي
من سويتي نحسب معاكم دروكا شحال عندي. واحد جوج، هذه غادي نضربها جوج، واحد جوج ثلاثة. أنا غنخدم ونحسب معاكم. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اتناش تلتاش أربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش عشرين واحد وعشرين سبعة وعشرين دروك عندنا، حنا غادي نشدو النص ديالها. نضربو في التوب، نقلبو ونشدو هاد المصدوق، نحيدو من هاد الفيت، وغنشدو جلابة ونقلبوها، تقلبيها بحال هكا وتخدمي على اللقفة هاك. شتي هانتي لوغري ما كيبانش. كاينة 27، غنشدو 23 هنا و23 هنا، وغنطيحو وحدة الوسط. حنا غنخدمو دروكا 23 وحدة هنا، 22 دق واحد. وانتي كتخدمي عادي، الجوزة كتفتحي فيها عادي، نقزي هادي، تهزي هادي اللي فيها جوج، هادي اللي ضاربين فيها حنا جوج، غدخلي تشدي وسط منها، غتنقزي هادي. دابا بحال غتحسبيها حتى هي، انت دابا درنا الاولى والثاني غنقزوها والثالثه غنهزوها. هي دابا ثلاثه حنا هازين، ثلاثه اربعه خمسه سبعة ثمانية
اسود عشرة حداش اتناش دابا وصلنا اتناش هنشوف واش حبقى لينا هنا واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سبعة عشرة حداش اتناش تلتاش ربعتاش خمستاش إذن غنديرو تلتاش هنا وتلتاش هنا وحدة غنقزو على وحدة دابا بدنا اتناش هنا نزيدو هادي تلتاش تلتاش غادي نقزو هاد العوينة نهزو اللي حداها لا سمحوا لي غادي نخدمو تلتاش وغنرجعو تلتاش وغنرجعو وغنخلو عوينة هنايا ملي غنخدمو هادي تاني غنهزو من هنايا تما غادي نخلو هاد العين ونهزو من هنا انا نوريكم ترجعي غادي وكتخدمي هاك عادي هذه اللي كنا نقصنا نضربها جوج تعاودي تعاودي تخدمي هاد العوينه كاين واحد العوينه هنا خدميها صافي غادي ترجعي تاني ختامه على هاد 13 عين هنا دابا حنا هنا غادي نحاول نسدو الجوزه دابا هادي محلوله نحاول دابا نسدوها خدمو هادي نقص هادي نز هادي وهادي خدامة هادي وغادي كتحسبي عندك 13 يبقاو 13 حتى توصلي لهنا هاد العوينة دايما تهزوها لما هزيتوهاش غادي تنقص لكم هاي كتبقى هي في الحاشية هزوها باش يبقى لكم طالع لكم الصف مقاد يجيكم شاوج الى شتو الخيط ما بقاش طويل ولا قصير ندفنه هنا في هاد الليصة هادي نقصنا هذه غادي نخدموها جوج مرات الثانية باقي الخيط عندي شوية طويل
ندخل الشروطة نخدم معاكم زيد باش نبدا لكم هذه تاني تشوفوا كيفاش. انت كما قلت لكم اللي خدمنا جوج نضربوا بيناتهم ننقصوا هذه ونهزوا هذه ملي كتنقزيها انت دروك غادي يسالي لي الخيط هنا ونوريكم كيفاش دخلي وتخدمي. من احسن الى تحاولوا الخيط يسالي لكم هنا ودفنه مت الى سالي لكم هنا وسط الخدمه كتخدمي عليه تقدري تحل، ولكن الا بغيتي تخدمي عليه تخليه هكا غير خدامه عليه حتى توصلي لهنا شي جوج ضرب بحال هكا، تخدمي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وتقطعي شي ربعه العيون وتقطعي، ولكن تحاولي ما يبانش لك في الخدمه ديك خدمه نقيه، ما يجيش الخيوط قطعي متقفه في وسط الخدمه. من الاحسن احسن حاولي تكملي بالك الخيط قصير ما يكملش ليك، حاولي دخليه وسط الطوب وبدا يحط اخر من عند الطوب، ما تبدا ما تقفيش وسط الخدمه. شديكم خدمه نقيه. دابا انت تسال علينا غندخل، ما ديريش الغرزه هنا كما كنقول لكم، ما ديريش الضربه هاكا لا، تدخلي هنا تخرجي وديري خيط اخر تهزي تاني من هنا. انا غنوريكم دابا هادي نوريكم كيفاش الاخر تاني صافي، كتبقي غادي خدام عادي تتوصلي لهنا. ماشي كتهزي من هنا تهزي من هنا ولا تهزي من هنا اللي بغيتي، المهم انت كتهزي من هنا باش كتعرفي شحال غتهزي عشان داكشي اللي غيشاطلك. دابا هزينا هنا 13 درنا 13 حتى من هنا غنهزو 13 قد هنا قد هنا، واللي بقى لي كتخليه هنا الوسط. غادي نطيح العوينة هنا الأولى الثانية